خلينا يعني نركز على النقطتين هذه أساسي. أوكي، بالنسبة للجنجل فين يبدأ؟ هذه تعتمد على واحد ماتشاب جنجل ماتشاب، اثنين الوين كونديشن. فين تبدأ، سواء تبدأ بلو ولا ريد، هيعتمد على حاجتين بالضبط. واحد الماتشاب اللي قدامك، انت هيكريم هو ليسن، ليسن فين هيبدأ؟ ليسن يبقى يبدأ بلو، ليسن most probably most of the time حيبدأ في ريد، يعني لو انت في البلو سايد وهو في الريد سايد most of the time. طبعا انت الكلام هذا تقدر تأكده بشوفة اي لين اللي تأخر، عشان حتى you adjust the game plan حقك. انت لما تلعب اي جيم يو اسوم، يعني يو اسوم اسامشن اول ما تدخل جيم وانت في مو تشامب، يعني سواء في التشامب سيلكت ولا في اللودينج سكرين، انت حتشوف الشامبيونز حقونهم وتشوف الشامبيونز حقونكم. رايت، واحد مين الجنجل اللي قدامي، انا لازم اكون عارف الباث حقت الجنجل اللي قدامي. بما انك انت جنجلر، المفروض انه انت مذاكر وعارف كل جنجل ايش الديفولت باث حقه، الديفولت الاساسي. طبعا ممكن يغير الرجال اللي بيلعب قدامك، اذا كان برونز اصلا ما يعرف شو الديفولت باث، فانت يو هاف تو ادجست، انت لازم تعدل الدماغ على حسب شفت في ايش صار. دائما از يعني الليشرز لما يسووا لك ليتش لازم يمشوا، يعني يطلعوا من الليتش، يعني وهو يسوي ليتش يطلع ما بين دقيقه 38 ل 41 حتلاقيهم مشيوا، عشان يقدروا يوصلوا لللين حقهم ويوصلوا للمينيز حقتهم قبل ما تروح. فانت باي ذات تايم اذا البوت تاخر حتعرف انه والله الجنجل بدا بوت. طب انت بديت بوت في نفس الوقت، هذا معناه انت عارف انه انتوا الاثنين حتتقابلوا توب، احتمال كبير انه في جناجل الباتس حقتهم ياخذ سايد كامل بعدين ياخذ سايد كامل، زي هيكرم يعتبر فارمينج جنجلر. هيكرم تبغى توصل ليفل 6 باسرع طريقه ممكنه عشان تقدر تسوي جانكس زي الناس ولو ادن. طبعا هذا الوضع الطبيعي. فانت كهيكرم تشامبيون وات يو وونت تو دو از يو وونت تو هاف ا فول كلير. يس، تسوي فول كلير ترجع تسوي كلير تاني، صرت ليفل 6. ليفل 6 صدق ما عدني فاكر، ما انا صراحه ماني مع الباث مع الجديد مع الـ مع الـ مع الاكس بي الجديده ماني متاكد الكلام هذا، فانت جرب وشوف. بس عامه فول كلير جنجل تشيل كله ترجع. طبعا لا تنسى انه في عندنا سكتلات، بس في 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 جنجلرز ما تقدر تشيل سكتل منه، ما نبغاك تتضارب ليفل 1، اولاف ما تتضارب مع ليفل 1، جريفز ما تتضارب مع ليفل 1، وورويك ما تتضارب مع ليفل 1، زينزاو ما تتضارب مع ليفل 1، يعني ليفل 1 2 3 ما تتضارب معه لانه هو يفوز. فانت ايش تبغى تسوي؟ تبغى تشوف الجنجل حقهم فين بدا عشان تبغى تاخذ السكتل اللي في الجهه الثانيه. فالجنجل باث حقك از سمبلي تبغى سستين شغل دبليو، تروح ممكن تبدا في ريتس، ممكن تبدا في ريد بعد انتو ريتس، او ريد انتو جرومبس انتو ريتس بعدين انتو وولف انتو بلو انتو جرومب، او اذا هو ما هو فوق تروح تخلص تاخذ السكتل تسوي ترانزيشن جانك لو تبغى تسوي جانك في النص مثلا، او تجرب بعدين تنزل تكمل التوب سايد. الفكره انه انت تبغى توصل ليفل 6 بسرعه. هاو تو كاونتر جانك قلت لك على حسب الماتش. واحد ليسن دخلنا الجيم، انت اخذت الريد او اخذت واتيفر، والبوت اتاخر معناها بدا بلو، التوب اتاخر معناها احتمال كبير بدا ريد، هذا معناه ليسن ناوي، ليسن از نوت ا فول كلير جنجلر، ليسن از ا جانكينج جنجلر. فايش حيسوي ليسن؟ الاحتمال الاكبر حيروح from red into شو اسمه into actually into blue into gromp احسن له، بعدين حيروح ياخذ يحاول سكتل بعدين يسوي جانك بوت ولا توب. فين تبدا انت؟ مو بس يعتمد على الجنجل اللي قدامك، يعتمد على الجنجل اللي قدامك وفين تبغى تسوي جانك انت في البدايه اذا تبغى تسوي جانك. اوكي، ليش عندنا في التوب هنا اورن تانك كبير ما عنده سيت اب، ما عنده كل بوتنشال، ما عنده اي حاجه، ايش الفائده ابدا بوت واطلع له توب اضيع وقت الا اذا بس ابغى اسوي كلير؟ فانا افضل مثلا ابدا فوق اخلص في الكلير انزل عشان اي امباكت بوت. هذه واحده من الحاجات. فتشوف مين اللين اللي فيه وين كونديشن بالنسبه لك، واللين اللي يعطيك اللي تبقى اللي هو الوين كونديشن حقك في الجيم. ايش يعني وين كونديشن؟ اللين اللي حيفوزكم الجيم، رايت، او اللينين اللي حيفوزكم الجيم، او ممكن الثلاثه لينات كلها. فعندك فيورا فوق، عندك فيز هنا، عندك اثنين تشامبيونز كلهم هايبر كاريز، فاين. نشوف اللين اللي موست لايكلي. طبعا انا في الحاله هذه لما يكون كل اللينات متساوي انا افضل تسوي جانك اللين اللي تحت، لان اللين اللي تحت النت انكم اللي ممكن تطلعوا منه اكثر، الا اذا كان والله هم والله ال 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 ال, ال الاي دي سي حقهم ازريل مثلا صعب يتقنك وكذا. هذا انزل تحت ناخذ ثلاثه كلات وتشيل هذا ونشيل دريك افضل من اني اطلع فوق، ماشي. يعني لو هو مسوي جانك توب وهو لي ما سوى جانك توب لانه بالعاده يقتلني مع التوب حقي. مزبوط، انت دائما لازم نلعب على حاجه اسمها الباور سبايكس حقتنا. متى هيكريم يقدر يقتل، متى يقدر تفوز 1v1 على الشامبيون اللي قدامك، انت لازم تعرف، تمام.
انا ما اعرف متى هيكرم يفوز على ليسين فما حفتي لك. تقدر تفوز عليه 1 في 1 جود. اللين اللي انت رايح له تسوي له جانك 1 في 1 كويس يصير 2 في 2، لانه انت دائما لازم تحسب حساب اي لين انت حتروح له. توقع اذا كان الجنجلر ماشي صح وانت ما انت حاسب حسابه وما انت شايف فين بيروح وفين بيجي انه والله حيكون موجود، فحتلعبوا 2 ضد 2 2 ضد 2 في الميد ولا 3 ضد 3 تمام. فاحتمال كبير يس هيكا اذا ليفل 4 جانكين شامبيون مش قبلها. ليفل 4 ممكن تسوي جانك، ليفل 3 لا عشان تبغى تحط 2 سكيلز في الكيو حقتك قبل ما تتضارب الله اعلم. في نفس الحالات فانت لما تسويت فول كلير انت ست ليفل 4، ليفل 4 انت تقرر وقتها قرار هل اسوي جانك في مكان اسوي فيه جانك او مكان اسوي فيه كاونتر جنجل. والله جيت طلعت فوق لي ورا وجهه هنا ما ترجع ريكول على طول، قوم شله كم حاجه وارجع طبعا ورد الطريق حقك عشان لا تشوفه. وبعدين تسوي ريكول، بعد ما تسوي ريكول تسوي كلير مره ثانيه من محل ما بديت لمحل ما انتهيت. ليش؟ لانه لما بديت هنا شلت ريد شلت جرومب خلصت كلير حترجع جرومب قد ورجع ريد لسه ما رجع، فتقدر تشيل تقدر تشيله مره ثانيه وبنهايه اللفه الطويله العريضه هذه حصير ليفل 6. بس انت عارف انه لي سن بداتها. طبعا واحده من الحاجات اللي انا دائما اقولها في الستريم او في الفيديوهات حقت الجنجل، كل ما تشوف الجنجل اضغط تاب. ليش؟ تبغى تشوف كم منين عنده. انت يا جنجل يا محترف كلكم يا جناقل يا محترفين عارفين كل كامب يعطيكم 4 مينينز تمام. انت يا يا يا, يا باشا بهكرم جالس تجري وانت وصلت هنا شفت لي سن فوق سوي تاب كم جنجل عنده كم 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 مينين عنده 12 معناها ما اخذ الا 4 كامبات، عنده 16 معناها اخذ 4 3 كامبات معناها اخذ 4 كامبات، اخذ ريد بعدين اخذ بلو جرومب او بلو وولف وبعدين اخذ السكاتل بعدين نزل تحت. هذا ايش معناه؟ أنا لما حيسوي ريكول فين حيروح؟ بعد ما أخذ بس ريد وبعدين أخذ اللي تحت كامل أو جزء منه بعدين نزل وسوى جانك بعدين سوى ريكول، بعد ما يسوي ريكول إيش حيسوي؟ حيروح التوب يفرم. يعني إحنا عارفين دحين ريد دحين هو إذا هو راجع هو دحين موجود في التوب، فمعناها he's passing towards top. أنا الجنجل اللي أنا ما أبغى أتضارب معه أنا أحاول يعني أحط في اعتباري إنه انه الجنجل هذا انا ما ابغى اتضارب معه، فانا ابغى اشوف فين هو في الماب انا بكون في الجهه الثانيه، ما ابغى اقابله ما ابغى اشوفه تمام الين ما انا اقدر اقتله. فمو مسرحتك تجلس في المحل اللي فيه ليسين لانه ليسين يقتلك الين ليفل 4 الى ليفل 6 انا ما ادري ما حفتي. بس الفكره انه هذه هي الفكره بغض النظر عن الشامبيون اللي بتلعبه. حاجتين، مين الوين كونديشن مين الماتش اب حقي فين ابدا. والله الوين كونديشن حقنا توب وليسين او الشامبيون حقهم يبدا يعني في ليسنس فاهمين لو الوين شامبيون لو الوين كونديشن حقه توب حتلاقيه بدا في بلو بعدين طلع فوق عشان يبي يسوي جانك. انت هنا تبغى تطلع معاه فوق برضو لانه يعني هذا الوين كونديشن حقك تبغى تساعده، وعارفين انه ليسن بيروح فوق انت نفس الشيء تروح فوق، بس تروح فوق ما تتضارب تروح فوق بس توري وجهك كذا كله هاي حيمشي حيبطله. اوكي سم تايمز شوينج ذات يو ار ذير بس توري وجهك يكفي تمام. مو معناها بتسوي كاونتر جانك يعني لازم تتضارب ولو ما تضربت انت ضيعت وقت، لا بس امشي وريه انه انا هنا هو حيبطل حيبدا غير رايه وخليت الشامبيون اللي حقك يرجع. هذه المفروض تسويها مره كثير في الشامبيونز اللي 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 ما عندهم يعني جانك بريشر مره عالي. رايح الميد عارف انه هو والله ليفل 2 شامبيون مثلا بدا تويتش ولا بدا زنزا ولا بدا فاي ولا بدا حتى في بعض الحالات جارفان ولا غريفز احيانا يبغى يسوي جانك ليفل 2 رايت احيانا مره قليل سواء من ريد على بوت ولا من ريد على ميد، فهذا يو وونت تو انسر ات برضه بطريقه مشابهه. بس خذ الريد روح حط وارد في سموير عشان التيم يشوف وري وجهك امشي او مو وري وجهك يعني خليه قريب منه اول ما يجي يطلع انت تيجي تطلع يبطل حيروح يكمل الباث حقه فاهم. المشكله الناس ما تفهم مش عليك في الناس يبغاك 24 ساعه تسوي له ميوت العب صح اي لين يا شباب طبعا حنعمم اي لين خسران ما نبغى نجي خليه يبكي خليه يأنت خليه يطلع من الجيم ما نبغى. كان يو بلاي وان جنجل جيم مقفل السيرفر اليوم سوي له ميوت موف اون قول له برادر اف اي كم بوت وي بوث داي اف دي جانك اف وي جيت جانك اف وي دو 2 في 2 اي دونت كير ميوت وامشي ولا تضيع وقتك روح شوف فين اللين اللي فايز وفوزه زيادة. أكبر غلط أشوفه في الجانجلز يروح على لين مهزوم ويدي الآدم اللي قدامه توكلز تطلع أنت برا الجيم. أوكي إذا أخذت بريدتر الباث حقك تغير شوية، إذا أخذت بريدتر تبغى تروح تشيل سايد كامل ترجع تشتري شوز وترجع بسرعة. أوكي إذا الكل خسران يو فارم أن يو كاونتر جانجل لا تضيع وقت
حاول تقول زي ما قلت لك اذا الكل خسران تحاول تتاكد انه انت ما تخش الا وانت شايف الجنجل حقهم في الجهه الثانيه. بس المتعارف عليه انه الجنجل اللي لين الخسران ولا لا حبيبي، هذا المتعارف عليه في البرونز، متعارف عليه الصح في كل ايلو الجنجل يروح للين اللي فايز مش اللين فايز.